جرائم أردوغان بقى بالنسبة للصحافة، يعني الصحفيون اللي في السجون 165، 165، الموظفين المفصلين من عملهم 18632، الأطفال اتكلمنا عنهم، سجناء عسكريون 5738، قضاء، ده مش جيش محمد برضو، العسكريين مش الجيش المحمدي برضو، قضاة ونواب مفصولين من عملهم 4500، ضباط الجيش المفصولين 15000. لا يعني انت بتتكلمي على واحد ديمقراطي فعلا، ده ديمقراطيه حقيقيه طبعا، يعني ده النموذج الديمقراطي يا جماعه اللي هو بيصدره واللي الناس كلها كانت بتتكلم عليه، والنموذج اللي كان هيحصل بينتبك القشعريره لا طبعا تيجي يعني تحصد اعماله. يعني ما انا بقول لك هو بيتكلم مع ناس مغيبه، هو مخلق دماغهم يعني.